إذا للوقوف عند استمرار الانتهاكات ضد مسلمي الهند ومنع حكومة ولاية أوتار برادش الأذان، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات محمد سرحان. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى هذا التقرير، على خلفية التوترات الدينية المتزايدة في الهند، أمر كبير وزراء أوتار برادش بمنع رفع الأذان في الولاية. بداية، كيف يمكن فهم هذا القرار، وإلى أي مدى ينتهك حقا من حقوق المواطنين المسلمين في تلك الولاية؟ مرحبا بحضرتك. أهلا بك سيدي. طبعا قرار خفض أصوات مكبرات الصوت في ولاية أوتار برادش هو فكرة، يعني طبعا القرار ومن قبل يعني التحرك القضائي كان في إطار خفض أصوات مكبرات الصوت سواء للمساجد أو حتى المعابد الهندوسية. وإن كان العبرة ليست في هذا القرار، العبرة أن هذا القرار يأتي في سياق أن الدولة الهندية الرسمية الآن باتت تضطهد المسلمين صراحة برعاية رسمية وبتوجيه رسمي أيضا في ظل ما يحدث للمسلمين في مختلف الولايات، يعني ليس في ولاية أوتار برادش وحدها. نعم. من حيث قرار خفض أصوات المساجد يعني أو مكبرات الصوت. أستاذ محمد، موضوع التبرير الذي اتكى عليه كبير وزراء الولاية لمنع الأذان، هل تعتقد أنه مقبول، أم تعتقد أنه ربما يكون فصلا جديدا من فصول انتهاك حقوق الأقليات في الهند؟ هو للأسف ما يحدث للمسلمين في الهند هي عملية عدوى في التضييق والاضطهاد، تنتقل من ولاية إلى أخرى، وخاصة الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جناتا الحاكم حاليا فيها الهند. نعم. فتجد مثلا في ولاية كرناتاكا وجدنا قرار حظر الحجاب للطالبات والمعلمات في المدارس، تنتقل العدوى ضد المسلمين في ولاية أخرى إلى مسألة حظر الصلوات في الشوارع أو المناطق المفتوحة. نعم. تنتقل العدوى إلى ولاية أخرى مثل مدينة برادش في مثلا هدم منازل المسلمين ومحلات ودكاكين المسلمين وبعض المنازل أيضا، مع الاعتداء على المساجد خلال احتفالات الهندوس. ثم تجدها في ولاية أخرى هكذا تتمثل في منع الأذان وفكرة يعني انطلاقا من أنه خفض مكبرات الصوت أو هكذا. نعم. هي عدوى في كل الولايات التي يحكمها الحزب الحاكم ضد المسلمين بالدرجة الأولى، في يعني كعملية تمهيد لإنشاء الدولة الهندوسية التي يستهدف الحزب الحاكم إنشائها إذا نجح في الانتخابات العامة المقبلة. على ذكر الهندوس أستاذ محمد، يعني ما يظهر الآن من انتهاكات ضد المسلمين في الهند، هل تعتقد أنه نتاج لما يصفه المراقبون بالشكل الجديد من الهندوسية المتطرفة؟ تعتقد ذلك؟ هي للأسف هي هندوسية متوحشة متطرفة. نعم. لأنه وللأسف هي تأتي يعني عن طريق أو من خلال معتقدات للأسف بتهميش كل المكونات الأخرى غير الهندوس، وحتى ما يسمونها الأقليات المهمشة سواء المسلمين أو غيرهم من الأقليات الضعيفة هناك. يعني المسلمين ثاني مكون في الهند ومع ذلك يتعرض لمثل هذه الانتهاكات وهذا الاستهداف والتضييق الذي يتوسع يوم بعد الآخر. نعم. فما بالك بحال المكونات الأخرى. هنا يعني هذه الرعاية أو هذا التوجه يعني يأتي في إطار سياسي وإطار تقنين وإطار إعلامي. نعم. الإطار السياسي أن الحزب الحاكم كانت الدعاية الأساسية له في الانتخابات سواء في 2014 أو في 2019 هو إنشاء الدولة الهندوسية، ويستخدم في سبيل ذلك الغوغاء المتطرفون من حركة RSS، ويعتبر الحزب الحاكم هو الذراع السياسي لهذه الحركة المتطرفة، يستخدم الإعلام كذراع أيضا لتأجيج كراهية المسلمين ووصمهم بالإرهاب ويعني إلقاء التهم عليهم وتحميلهم كل المسؤوليات خلال المشاكل أو على المشاكل التي تتعرض لها الهند. استخدام القوانين والتشريعات كتقنين الاضطهاد ضد المسلمين، وبالتالي هو يفتح الباب ويعطي الضوء الأخضر صراحة لكل مظاهر التضييق على المسلمين. أستاذ محمد، لو تحدثنا عن ردود الفعل، يعني صحيفة لوموند الفرنسية وصفت ما يجري من اعتداءات وانتهاكات ضد المسلمين في الهند، وصفته بموجة الكراهية، طبعا مدعومة من الحزب الحاكم.
إذا كان الأمر واضحا بهذا الشكل، لماذا لا تتحرك الحكومات الغربية لمنع هذا التمييز والانتهاك ضد المسلمين في الهند؟ لأنه صراحة الهند تحظى بعلاقات رسمية مع الغرب، علاقات جيدة أو على مستوى عالي جدا، وما يشبه احتضان أمريكي للعلاقات مع الهند وعلاقات شخصية مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي. هذا الاستخدام الغربي للهند أو هذا الاحتضان الغربي للهند هو من قبل الغرب في سبيل تكوين أو مكون أو عامل حائط صد أمام الصين المنافس للغرب، وبالتالي يتم التغاضي عن كل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم التي تحدث للمسلمين في الهند. بنظرة استشرافية، كيف ترون مستقبل المسلمين في الهند في ظل حكم الحزب الحاكم ورئيسه أستاذ محمد؟ للأسف صراحة هو يعني المستقبل الذي ينتظر المسلمين في الهند إذا ظل هذا الوضع على ما هو عليه، وإذا ظل هذا الحزب، حزب الشعب الهندي أو بهاراتيا جناتا في السلطة، المستقبل الذي ينتظر المسلمين للأسف هو مستقبل قاتم جدا جدا، ولا يستبعد أن ننتظر مصير الروهينجيا بشكل آخر وما يتعرض له المسلمون الإيغور في الصين. لا. وحتى ما يعني ما حدث في الهندس، هذا الحزب الحاكم هو صراحة يستهدف إعلان الدولة الهندوسية إذا نجح في الانتخابات العامة المقبلة في عام 2024. فهو يستهدف صراحة إذا تم يعني أو تحقق له النجاح في هذه الانتخابات، سيتم الإعلان صراحة عن إنشاء الدولة الهندوسية بالدرجة الأولى، وبالتالي تهميش كل المكونات الأخرى وفي مقدمتهم المسلمين، حتى برغم أن الدستور الهندي يحترم الأديان باختلافها. نعم. وكل أصحاب دين من حقهم أن يعبروا عن معتقداتهم، لكن الحزب الحاكم حاليا في الهند سيلغي كل هذه الحريات وكل هوامش الحرية المتاحة، وصراحة هو للأسف ننتظر مذابح بشكل أكبر، ننتظر تضييق بشكل أكبر، ننتظر تحويل المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة إذا استمر هذا الحزب أو إذا نجح في الانتخابات العامة في 2024. من إسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات محمد سرحان، شكرا جزيلا لكم.